في حرب غزة أنا للأمانة متابع جيد للقنوات الإخبارية، وحتى القنوات الإخبارية الإسرائيلية في قنوات باللغة العربية أتابع وأشوف شنو توجه هالقناة هذه. للأمانة أفضل تغطية وأفضل توجه كتوجه قومي عربي وإسلامي وهذا قناة الجزيرة صراحة، هذه لا يعلى عليه بالمركز الأول، حتى أن عدد المشاهدين على قناة الجزيرة مباشر على اليوتيوب بعض المرات يصير أكثر من 200,000. فقاعد أشوف شنو توجه الإعلام، يعني بعض القنوات الإعلامية محسوبة على الدول، وللعلم ترى في بعض القنوات وبعض الصحفيين يشتغلون كجواسيس. نعم جواسيس لإسرائيلي، منين انطلقت الصواريخ ومنين كذا وهذا، يروح يغطي وكذا، وهو بنفسه ترى يعني جاسوس، يعطي معلومات ويعطي هذا، يشوف أعضاء الحركة وين. لكن في قناتين قسما بالله يا جماعة تغطيتهم اللي هم العربية والسكاي، والله بعض المرات اني احطها على القنوات الإسرائيلية زين ورجع على قناة اللي ذكرتهم، اني عبالي اني للحين انا موجود على القناة الإسرائيلية والخطط الإسرائيلية، ويغطي الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي راح يتوغل من الجهة هذه، وراح يكون كذا، وراح يقضي على الأنفاق، وراح كذا، وعدد القتلى في حماس كذا، قتلى ركز قتلى يقول، وعدد الجيش الإسرائيلي كذا، وانطلقت الصواريخ على إسرائيل، وتغطية غير محايدة، تغطية صهيونية مثل ما في صهاينة مع إسرائيل، في صهاينة الإعلام مع مطبعين. لكن دول لا، والقناة شنو تستضيف صهاينة، تستضيف يهود وهاك وكذا، رأيك ولا يقول رأيه بكل أريحية وبكل صراحة، واحنا قتلنا واحنا شلون 8,000 قتيل، 8,000 يا ظلمة، نصهم من الأطفال والنساء، وتهجير وقتل وضرب للمستشفيات، قطع الكهرباء والماء، وبعدين يجيك واحد يقول ما هو هذه جرائم الحرب، هذا اللي قاعد يتكلم. يجي الآن واحد يقول نبي يسوون لجنة تحقيق في اللي سوته حماس ب17. الأمين العام للأمم المتحدة اللي مو مسلم أنطونيو غوتيريش شنو قال؟ قال اللي سوته حماس بتاريخ 7 هو ردة فعل طبيعية لما يتم ممارسته منذ 50 سنة. في يعني محلل مصري شنو قال؟ قال اللي سوته حماس بتاريخ 17 نفس موقف اللي كان مثلا معلق فوق لما الطائرات هاي ضربت الأبراج في أمريكا، نفس اللي معلق فوق تحت حريقة، البرج يحترق ويبطيح، وما عنده إلا طريقتين، ما يقدر ينزل لأنه في حريق تحت، أو أنه يحذف نفسه، فيحذف نفسه ممكن أنه ما يموت، تكسر عظامه وما يموت. فهذا حماس بهذه التاريخ اللي سوته بتاريخ 7 زين، نفس طريقة نفس موقف اللي متعلق بالعمارة، قاعد يحذف نفسه، حصار الآن الشاحنات قاعد تدخل، ما في من معبر رفح مصر الفلسطين لا تروح للشاحنات الإسرائيلية اللي تم تفتيشها، هذا ما شيء، هذا أصلا ما مو موجود باتفاقية كام ديفيد، لكن لا دول فرضت فرض على أنا قايل اسمه.
وتم تم استخدام قنابل زلزالية، قنابل تهد جبال قرى، تم مسحن عن وجه الأرض، قطع الكهرباء والماء، وضرب للمستشفيات والمساجد والكنائس. وفي إعلام متصهين، إعلام فعلا متصهين، إعلان بين للشعوب ما هو يعني توجه هذا الإعلام بذل الكذبة اللي كذبها، الكذبات الصحفية. دقت على مكتب نتنياهو بعد تاريخ 17، قال اقتلوا 100 طفل، 100 طفل قطعوا رؤوسهم. واعلنت الصحفية قالت هذا الكلام، واخذ الخبر هذا قاله بايدن، وبعدين نفت الصحفية هذه قالت لا مو صحيح، غير صحيح هذا الكلام. في بعض الناس يقول ان ليش ياخذون النساء؟ انت تدري ان في 5000 سجينة من فلسطينية في السجون الإسرائيلية؟ تدري في فلسطينيين صار لهم اكثر من 25 سنة 30 سنة في السجون الإسرائيلية؟ هو يعني انا ما برر له، بس هو شكل ميت وهذا ميت، حصار اقتصادي، حصار كل ما تحمله كلمة من معنى، بري بحري جوي، ناس مو قادرة لازم انها تسوي هالطريقة هذه علشان ممكن تحصلها على مكاسب، ممكن ان على الاقل يفكون هالحصار هذا اللي عليه. نسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة، ونسأل الله أن يحقن دماء المسلمين.